يا مولانا يا مجيب يا خادمنا يا مجيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا وحجة المسلمين يا كريم بسر النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بأحسن غاية من جميل خير في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية. اللهم آتنا من كل بلاء دنيا وبلاء الآخرة وسر الدنيا وسر الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ulun serahkan ke ketua umum Latar 545 ke Boas untuk menyampaikan serta penyambutannya pada malam hari ini. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua RT, juga Saudara Ketua BPK Nurul Iman, dan juga yang saya hormati Sekretaris BP Balakar 545 dan juga Bendahara Balakar 545 serta pengurus BP Balakar yang lainnya. Pamandiran ini yang di sebelah saya, di sebelah kanan ada Bang Setiawan yang di hadapan saya, dan pengurus-pengurus yang lain. Alhamdulillah kita malam ini seperti yang tidak biasa, karena yang biasanya hadir di acara-acara resmi yang diselenggarakan di Sekre Balakar itu adalah yang kita undang sering ketuanya dengan sekretarisnya. Nah, pada malam hari ini kami menyambangi bibika-bibika yang ada yang tergabung di Balakar 545 yang jumlahnya kurang lebih 32 bibika. Ini baru putaran yang ketiga. Setelah bibika Jembatan Panjang, Jembatan Bagong, kemudian Manarul Huda dan Firdaus, dan malam ini adalah Nurul Iman Tendean. Dan nanti selanjutnya kita akan terus menyambangi di titik-titik yang